تفضل. مرحبا. أنا بنت أختها لأصلي خانو. طيب تفضلي لو سمحتي، أنا مشغول شوي. أنا أجيت سلم عليك وأقول لك مرحبا وعرفك بنفسي. اسمي جوليدا، أو اسمي مثل ما أنت بدك إياه يكون. قديش هالدنيا صغيرة مو هيك؟ وأنت شو عم تعملي هون بقى؟ ما قلت لك؟ أنا بكون بنت أختها لأصلي، ولا يعني مانك مبسوط لشوفتي عندك هون؟ مع إنه عطيتني بقشيش زيادة عن اللزوم يوما، توقعت إنه رح تنبسط كتير لشوفتي. سيد نامق، ما بدك تفطر؟ الفطور صار جاهز. طبعا بدنا نفطر، جعنا كتير. انت ما جعت عمي نامق؟ روحي انت، جايين وراكي. يلا تعالي لشوف. شبك ليش مستعجل؟ على مهلك لسه معنا وقت طويل، وصرنا هلأ جنب بعض ببيت واحد كمان، لهيك طول بالك شوي. انت شو اللي بدك يا بالضبط؟ هاتي لشوف. خايف مني كتير كأنه. لا تخاف، أنا ما رح أقول لمرتك على مغامراتك يلي عملتها. كل شي صار بيناتنا رح يضل بيناتنا. بعدك يا حلو ما رح خلي حدا يحس علينا. كتير منيح، انتبهي وقوعك تعملي شي يطلعني عن سيطرتي. ماني ناوي أعمل هيك شي بنو. منيح، ولا تطولي إجازتك عنا كتير ماشي، وياريت تاخدي خالتك معك. لحظة بس، ممكن تقلي انت شو مشكلتك مع خالتي؟ شكلك بتسألي كتير. ماشي، ما عاد اسأل شي. عموما في معنا وقت طويل، فينا نحكي فيه على راحتنا. خلينا ننزل على الفطور هلأ. عمي نامق يلا. لحقني.